تقبلوا ريحانة من شماعية. ألو صباح الخير ريحانة. ألو صباح النور. أهلا وسهلا، نهار كبير هذا اللي سمعنا صوتك معنا. لاباس عليك، كل شيء بخير الحمد لله. مرحبا بك معنا لا ريحانة. شنو الاقتراح اللي تقترح للمستمعين الكرام؟ نعطيك واحد طرطات صغار كيجيو مالحين. اها مرحبا تفضل. بالنسبة للمقادير عندنا 6 معالق كبار ديال حليب بودرة. أيه. وجوج ديال الخميرات ديال الحلوى. جوج خميرات ديال الحلوى. اها. وأربعة ديال البيضات. وتقريبا 6 معالق كبار ديال الطحين. 3 معالق كبار ديال الطحين. اها. واحد المعلقة كبيرة ديال الزيت ديال المائدة. معلقة كبيرة ديال زيت المائدة. وكاس صغير ديال الحليب سائل. وكناخذوا تقريبا واحد جوج معالق كبار ديال الياغورت الطبيعي بدون نكهه. شحال؟ جوج معالق كبار. جوج معالق كبار. اييه. واحد القبيصه ديال الملحه. نعاود المقادير. عافاك. في 6 معالق كبار ديال الحليب بودره. اييه. وجوج ديال الخميرات ديال الحلوى. هذا دابا واش العجينه؟ العجينه هي كتجي سائله بحال الكيك. اييه. في 6 معالق كبار ديال الحليب بودره. وجوج ديال الخميرات. واربعه ديال البيضات. واحد المعلقه كبيره ديال زيت المائده. وتقريبا 6 معالق كبار ديال الطحين. 6 معالق كبار ديال الطحين. اها. وكاس صغير ديال الحليب سائل. كاس صغير ديال الحليب سائل. وجوج معالق كبار ديال الياغورت الطبيعي بدون نكهه. اييه. يعني مسوس. واحد القبيصه ديال الملحه. اييه. كنخلطوا هاد العناصر يعني كامله، كنخلطها بحال الكيك تماما. في حاله الطحين الى 6 معالق جاونا ما كافيينش، كنضيف واحد شويه ديال الطحين. وبالنسبه للحشوه كتكون حسب الرغبه ديال كل سيده. مثلا الا بغينا نستعملوا صلصه ديال الطماطم كتكون عندنا علب ديال الطون كنصفيوها من الزيت. كيكون عندنا الفروماج محكوك والزيتون مقطع، ولا عوض الطون نستعملوا الكفته. اها. كيبقى اختي كتبقى مسألة اختيارية. اختيارية الحشوة. كناخذوا هذوك ليمون الصغار كندهنوهم بالزبدة ورشوهم بالطحين. اييه. كنوزعوا عليهم هذيك العجين كتكون تمام بحال ديال الكيك. فهمتك. كنفرغوها عليهم. كناخذوا إلا استعملنا الصلصة ديال الطماطم كناخذوا واحد المعلقة صغيرة كنهزوا شوية نحطوا غير في الوسط عليهم كاملين. كنوزعوا الحشوة اللي عندنا. هذاك الشيء اللي عندنا في الحشوة كنوزعوه على الوجه ديالها. كندخلهم للفران يطيبوا، راه ما كياخذوش الوقت بزاف. وفي الاخير كنرشوا عليهم فرماج محكوك وندخلهم واحد دقيقه ولا جوج ونخرجهم بالصحه والحراره كيجوا رائع. تبارك الله عليك، عاودي غير الطريقه عافاك. واخا. بالنسبه للطريقه، الحشوه قلت لك المفضله ديال كل سيده هي صلصه الطماطم، يا كفته، الطون، الزيتون مقطع. يعني نقدروا نخلطوا اللي بغينا، نضيفوا اللي بغينا. اللي بغيتوا حسب الرغبه. اها. كناخذوا هذوك الليمون. هي بقات غير في هذيك لاباط، الطريقه ديال التحضير ديالها كنظن شويه متميزه. وكتجي لذيذه صراحه وخفيفه. كناخذوا هذوك الليمون كندهنوهم بالزبده ونرشوهم بالطحين. كنوزعوا العجين، كنحاولوا ناخذوا غير واحد الثلث اللي كيكون الاسفل حيت راه كتنفخ في الفران. ياك. كنوزعوهم عليهم وكناخذوا الحشوه الا كان غنستعملوا الصلصه ديال الطماطم ناخذ غير واحد المعلقه صغيره نحطها في الوسط. ومن بعد الطون، من بعد الزيتون، وهي في الطياب راه كتاخذ الشكل كتوزع كلها عليها. كندخلهم يطيبوا في الاخر نديروا عليهم فرماج محكوك وندخلهم شويه يذوب ونقدموا بالصحه والراحه. تبارك الله عليك ريحانه، والف شكر لك على الوصفه الشهيه واللي بسيطه كذلك. خليني دائما نسمع صوتك معنا ان شاء الله ريحانه. شكرا جزيلا، تحياتنا لك.